مباشرة أهلا بكم إلى نشرة الظهيرة، تتابعون في أبرز عناوينها. صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله يوجه رسالة إلى رئيس اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف السيد شيخ نيانغ، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني. تنفيذا للتعليمات الملكية السامية الرامية إلى تقديم الدعم للأسر المتضررة من الزلزال، يعرف إقليم شيشاوة عملية الدراسة التقنية الطبوغرافية للبنايات المتضررة. أجواء الخريف بحرارتها المتجهة نحو الانخفاض تساهم في ظهور وانتشار الإنفلونزا الموسمية بأعراضها المختلفة. مسببات المرض وطرق الوقاية والعلاج لتفادي المضاعفات الخطيرة نتعرف عليها في ريبورتاج النشرة. وجه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله رسالة إلى رئيس اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف السيد شيخ نيانغ، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، وسنعود لمضامين الرسالة الملكية ضمن هذه النشرة. إذن كلما حل اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني الذي يصادف 29 من نوفمبر، كلما كان لزاما استحضار جهود المغرب الحثيثة والصادقة للدفاع عن الحقوق المغتصبة للشعب الفلسطيني. دعم مغربي لا حدود له تجسده مبادرات جلالة الملك محمد السادس نصره الله رئيس لجنة القدس المتواصلة لنصرة القضية الفلسطينية. تقرير سكينة عليتو وعادل معروفي. اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني مناسبة لعرض ما قدمه العالم لشعب عانى من نير الاحتلال لعقود خلت. المغرب قدم الكثير ولا يزال تحت القيادة الحكيمة لجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس من أجل دعم فلسطين، حيث ما فتئ جلالته وفي تحركاته الدبلوماسية يجدد تضامنه الكامل مع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني المستندة على حل الدولتين. آخر مبادرة جلالته تلك التي أفضت إلى فتح معبر أليمبيا الحدودي بين الضفة والأردن من أجل تحسين ظروف عيش الفلسطينيين، ناهيك عن التنديد والرفض المطلق لما آلت إليه أوضاع الفلسطينيين جراء الحرب الإسرائيلية المسعورة على قطاع غزة. حيث بادر جلالة الملك إلى حشد الدعم الدولي للضغط على إسرائيل لوقف تقتيل الفلسطينيين والحفاظ على أرواحهم وإيصال المساعدات ونهج الحوار والتفاوض. معلوم أن المملكة المغربية تقدم دعما قويا للقضية الفلسطينية باعتبار جلالة الملك محمد السادس رئيسا للجنة القدس، وهذا أمر فيه توارث بالنسبة لملوك الدولة العلوية في دعمهم للقضية منذ بدايتها. ومعلوم بأن المملكة المغربية ومن خلال الرسالة الموجهة لجلالة الملك عقب أحداث غزة الأخيرة كانت بنفس فيه نضال قوي وفيه دعم صريح للشعب الفلسطيني من أجل إنشاء دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. تضامن سياسي مطلق يوازيه دعم مالي وميداني كلما اشتد الخناق على الفلسطينيين عبر وكالة بيت مال القدس. عديدة هي أوجه الدعم والمساندة التي تقدمها الوكالة للنهوض بأوضاع المقدسيين وتثبيتهم على أرضهم من خلال مشاريع عدة تهم قطاعات لها أهميتها في حياة المقدسيين. بيت المال القدس كما نعلم يلعب اليوم دورا حيويا واستراتيجيا فيما يتعلق بدعم صراع المقدسيين مع المحتل الإسرائيلي. يهتم بيت المال القدس كذلك بدعم كل النشاطات ذات الطبيعة التعليمية والدراسية في الأراضي المحتلة، كذلك في حماية المنشآت التقليدية والمنشآت المرتبطة بمسجد القدس وبمسجد بقبة الصخرة و
وباقي المآثر الإسلامية الأخرى في تلك المنطقة. القضية الفلسطينية ظلت حاضرة على الدوام في وجدان الشعب المغربي الذي يخرج إلى الشارع بكل مكوناته في مسيرات لنصرة القضية العادلة للشعب الفلسطيني والتعبير عن التضامن معه في وجه الفظاعات والجرائم الإسرائيلية. مسيرات تعلي راية فلسطين وتبلغ الرسائل، مفادها أن القضية الفلسطينية تأبى النسيان. ولكون المغرب أرض الحوار والتسامح، فقد كان أول بلد مغاربي يزوره قداسة البابا فرانسيس بالنظر للجهود الحثيثة لجلالة الملك من أجل الدفاع عن فلسطين، ما أفضى إلى التوقيع على نداء القدس، حدث تاريخي ووثيقة غير مسبوقة تدعو إلى صيانة المدينة المقدسة. وارتباطا دائما بملف الشرق الأوسط، الهدنة بين إسرائيل وحماس تدخل يومها السادس، ومع استمرارها المساعدة الإنسانية تتدفق إلى القطاع المدمر. اتفاق الهدنة يسمح أيضا بمواصلة الإفراج عن المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية ورهائن احتجزتهم حماس في 7 أكتوبر. المزيد في ورقة مريم العفير. بشعاع الضوء وبارقة الأمل وصف تمديد الهدنة الإنسانية بين حماس وإسرائيل، يومان إضافيان دون قصف أو تدمير أو غزو بوساطة قطرية أمريكية. الهدنة الجديدة ستمتد حتى الساعة 7 من صباح الخميس، ويفترض أن يرافقها الإفراج عن نحو 20 رهينة و60 معتقلا فلسطينيا إضافيا، وسط أنباء عن إبداء حركة حماس استعدادها لتمديد هذه الهدنة الجديدة لأربعة أيام إضافية أخرى. وفي انتظار ذلك تدخل الهدنة بين إسرائيل وحماس يومها السادس، تهدئة من الجانبين أتاحت إدخال المساعدات الإنسانية العاجلة إلى القطاع المدمر، حيث دخلت حتى الآن 2000 شاحنة من الطعام والوقود والأدوية والمعدات الضرورية لتشغيل منشآت تحلية مياه البحر. وسمح اتفاق الهدنة بالإفراج حتى الآن عن 60 رهينة محتجزين في قطاع غزة و180 فلسطينيا من السجون الإسرائيلية، كما تم الإفراج كذلك عن 21 رهينة آخرين غالبيتهم من العمال الأجانب. هذا وتفرج حماس يوميا منذ دخول الهدنة حيز التنفيذ الجمعة عن 10 رهائن من النساء والأطفال ممن احتجزتهم في 7 أكتوبر، مقابل إفراج إسرائيل عن 3 أضعاف هذا العدد من السجناء الفلسطينيين من النساء والأطفال والشبان دون 19 عاما. تجميد النظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية في أفق تعديله وتضمينه تحسين دخل موظفي وموظفات القطاع، هذا ما خلص إليه اجتماع رئيس الحكومة مع النقابات التعليمية 4 أول أمس، على أن تتم مناقشة آفاق هذا التعديل خلال اجتماع اللجنة الوزارية يوم غد في أفق الانتهاء منه وتقديم نسخة جديدة قبل 15 يناير المقبل. تقرير حفيد الهواري. أفضل حوار الذي جمع رئيس الحكومة مع النقابات الأكثر تمثيلية إلى تجميد النظام الأساسي الجديد لموظفي قطاع التربية الوطنية، وتم وصف الحوار بالجاد لأنه أثمر عدة إجراءات. ممثلو النقابات الأكثر تمثيلية طرحوا مطالبهم على طاولة الحوار، وتجاوبت معها الحكومة بشكل إيجابي من خلال تشكيل لجنة وزارية ستعقد عددا من اللقاءات مع ممثلي النقابات للعمل على تحسين تعديل القانون الأساسي. نهار الخميس غادي يكون اجتماع مع اللجنة الوزارية باش يشتغلوا على أول يعني على هذا النظام الأساسي ويشتغلوا على هذه الإمكانيات. وقلنا لهم بأنه لازم يعني احنا طلبنا من النقابات، وهذا طلب ملح، انه لابد انه الى غادي نبداو نتناقشوا غادي نبداو نتحاوروا غادي نلقاو الحلول، انه ولادنا ما يضيعوش، بان يعني الكل خصو يرجع للاقسام ديالو، لان حنا دخلنا في واحد الديناميه ايجابيه، وهذه الديناميه الايجابيه خاصها تكون كذلك في الرجوع الى الاقسام. وطالبت النقابات بتحسين أوضاع النساء ورجال التعليم والزيادة في أجورهم بالنظر إلى الأوضاع الاقتصادية الراهنة، وكذلك إيقاف الإجراءات الإدارية في حق المضربين ومنها الاقتطاعات. طالبنا بواحد شكل كبير تحسين أوضاع نساء ورجال التعليم والزيادة في الأجور ديالهم، وفعلا لمسنا عند الحكومة هذه الإرادة
ديال تحسين الدخل وديال تحسين الأوضاع المادية ديال الموظفات وموظفي التربية الوطنية. هذه من الشروط الأساسية اللي طرحناها، وأيضا إيقاف الإجراءات بما فيها الإجراءات الإدارية والاقتطاعات. نعتقد جازمين بأنها خطوة إيجابية من طرف السيد رئيس الحكومة من أجل فك الاحتقان، وأيضا مواصلة باقي النقاط التعديلية في أفق الحل النهائي، ونعتبرها بادرة من أجل استتباب السلم التربوي داخل القطاع في الأيام القليلة المقبلة. كنعتبروا بانه اليوم هذه خطوه ايجابيه، واكيد بانه العمل خصو يكون عمل مكثف في اطار اللجنه باراده اللي تكون اراده ديال الجميع، ديال النساء ورجال التعليم، ديال الحكومه، ديال التعبيرات ديال النساء ورجال التعليم، من اجل انه نلقاو حل لهذا الاشكال، لان ما يهمنا في نهايه المطاف هو الاصلاح ديال المنظومه، وفي قلبها اكيد المصالح ديال النساء ورجال التعليم، وكذلك المصلحه ديال التلميذ وديال ديال ديال المدرسه العموميه، انه نرقاو بها الجوده اللي كنطمحوا لها جميعا. اليوم كان اجتماع مهم تم فيه التجاوب مع مختلف المطالب التي تقدمنا بها منذ اللقاء الاول مع السيد رئيس الحكومه، وعلى راسها تجميد النظام الاساسي واعاده النظر في التعويضات وتحسين الاجر، وكذا مواصله الحوار لتنفيذ هذه الاتفاقيات التي نعتبرها مهمه، وعلى راسها اعاده النظر كذلك في الاقتطاع من اجور المضربات والمضربين. ونوهت النقابات بتفهم وتجاوب الحكومة مع مطالبها في أفق زمني واضح أقصاه 15 من يناير القادم، من خلال حوار يشكل أرضية للنقاش والتوافق حول النقاط الخلافية، والهدف ضمان جودة المدرسة العمومية والارتقاء بمستوى موظفي قطاع التربية الوطنية. وكما أشرنا في البداية، وجه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله رسالة إلى رئيس اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف السيد الشيخ نيانغ، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، وفيما يلي مضامين الرسالة الملكية. أوضح صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في الرسالة الموجهة إلى سعادة السيد شيخ نيانغ رئيس اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، أن تخليد اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني هذه السنة ومنطقة الشرق الأوسط عموما والأراضي الفلسطينية المحتلة بشكل خاص تعرف منذ 7 أكتوبر 2023 أوضاعا خطيرة وغير مسبوقة بسبب التصعيد المحموم والمواجهات المسلحة واسعة النطاق التي راح ضحيتها آلاف القتلى والجرحى في صفوف المدنيين أغلبهم من الأطفال والنساء، بالإضافة إلى الدمار الهائل في المنازل والمدارس والمستشفيات ودور العبادة والبنية التحتية، والحصار الشامل على غزة في خرق سافر للقوانين الدولية والقيم الإنسانية. وذكر جلالته حفظه الله أنه بالرغم من ارتفاع الدعوات بضرورة خفض التصعيد والتهدئة وإتاحة الفرصة لإدخال الأدوية والمساعدات الإغاثية الأخرى، استمرت إسرائيل في قصف عشوائي عنيف بالتزامن مع توغل قواتها البرية في القطاع، مخلفا نزوح أزيد من 1.5 مليون فلسطيني ومزيدا من القتل والتدمير. وإن تفاقم الكارثة الإنسانية في غزة والتمادي في استهداف المدنيين يضيف جلالته يسائل ضمير المجتمع الدولي وخاصة القوى الفاعلة ومجلس الأمن باعتباره الآلية الأممية المسؤولة عن حفظ الأمن والاستقرار والسلام في العالم للخروج من حالة الانقسام والتحدث بصوت واحد من أجل اتخاذ قرار حاسم ملزم بفرض الوقف الفوري والمستدام لإطلاق النار واحترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. كما أوضح جلالته لقد حددنا خلال القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية التي انعقدت في المملكة العربية السعودية بتاريخ 11 نوفمبر 2023 أربع أولويات ملحة لوقف قتل النفس البشري التي كرمها الله ونشدد عليها اليوم مرة أخرى، وهي أولا
الخفض العاجل والملموس للتصعيد وحقن الدماء ووقف الاعتداءات العسكرية بما يفضي إلى وقف إطلاق النار بشكل دائم وقابل للمراقبة. ثانيا، ضمان حماية المدنيين وعدم استهدافهم وفقا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. ثالثا، السماح بإيصال المساعدات الإنسانية وبانسيابية وبكميات كافية لسكان غزة. رابعا، إرساء أفق سياسي كفيل بإنعاش حل الدولتين. فالتصعيد الأخير هو نتيجة حتمية لانسداد الأفق السياسي للقضية الفلسطينية التي ستبقى مفتاح السلام والاستقرار والازدهار في المنطقة. وقد أكدنا في أكثر من مناسبة أن حل هذه القضية وفق قرارات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن وعلى أساس حل الدولتين هو السبيل الكفيل بإقرار السلام العادل والشامل وتوفير الأمن والعيش الكريم لكل شعوب المنطقة. كما أنه نتاج تنامي الممارسات الإسرائيلية المتطرفة والممنهجة والإجراءات الأحادية والاستفزازات المتكررة في القدس التي تقوض جهود التهدئة وتنسف المبادرات الدولية الرامية لوقف مظاهر التوتر والاحتقان ودوامة العنف المميتة. صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله أوضح على أن الأعمال العسكرية الإسرائيلية الانتقامية في قطاع غزة أبانت عن انتهاكات جسيمة تتعارض مع أحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. لذلك نؤكد بهذه المناسبة رفضنا وإدانتنا لكل التجاوزات وسياسة العقاب الجماعي والتهجير القسري ومحاولة فرض واقع جديد، مؤكدين في هذا الصدد أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية ومن الدولة الفلسطينية الموحدة. كما نشدد على ضرورة تمكين الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة من المساعدات الإغاثية التي يجب أن تصل إليهم بشكل آمن وكاف ومستدام وبدون عوائق. ولهذه الغاية أكد جلالته حفظه الله قمنا بإرسال مساعدات إنسانية عاجلة لساكنة القطاع إسهاما من المملكة المغربية في جهود الإغاثة والعون التي يبادر بها المجتمع الدولي، وانطلاقا من مبدأ التضامن التي يطبع سياستنا الخارجية، حيث جرى تأمين إيصالها إلى المتضررين عبر معبر رفح. كما تم توزيع كميات مهمة من المساعدات الغذائية والمستلزمات الطبية في مدينة القدس الشريف. صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله أبرز أنه وبالرغم من قتامة الوضع وغياب آفاق التسوية في الشرق الأوسط، فإن الأمل لا زال يحدون في تضافر جهود المجتمع الدولي لإحياء عملية السلام. فرؤيتنا اليوم وكما كانت دائما تعتبر السلام خيارا استراتيجيا لشعوب المنطقة، وهو السبيل الوحيد لضمان الأمن والاستقرار لجميع شعوبها وحمايتها من دوامة العنف والحروب. وهذا السلام الذي ننشده مفتاحه حل الدولتين باعتباره الحل الواقعي الذي يتوافق عليه المجتمع الدولي والذي لا يمكن أن يتحقق إلا عبر المسار التفاوضي. ونؤكد بهذه المناسبة موقف المغرب الراسخ بخصوص عدالة القضية الفلسطينية ودعمنا للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. وبصفتنا رئيسا للجنة القدس المنبثقة عن منظمة التعاون الإسلامي يضيف جلالته حفظه الله فإننا نجدد التأكيد على ضرورة الحفاظ على الطابع الفريد لمدينة القدس وعلى عدم المس بوضعها القانوني والحضاري والتاريخي والديمغرافي باعتبارها مركزا روحيا للتعايش والتفاهم بين أتباع الديانات السماوية الثلاث. وفي الختام نبارك جهودكم الصادقة يضيف جلالة حفظه الله من أجل نصرة القضية الفلسطينية العادلة. وتنفيذا للتعليمات الملكية السامية الرامية إلى تقديم الدعم للأسر المتضررة من الزلزال، انطلقت بإقليم شيشاوة عملية الدراسة التقنية الطوبوغرافية للبنايات المتضررة والنموذج من جماعة أداسيل. في روبورتاج محمد الوهبي والمعتصم بالله بوعزاوي. مرحلة جديدة لترجمة برنامج التأهيل والبناء بمختلف الدواوير المتضررة بإقليم شيشاوة. فبعد جرد البنايات والإحصاء وتحديد المنازل المنهارة كليا أو جزئيا، انطلقت عملية الدراسة التقنية لكل البقاع وضمنها الدور لإعادة بنائها. شديت الدعم الأول في 2500 درهم، وعود الدعم الثاني 2500 درهم، وعطوني 20,000 درهم. ودابا جات عندي لجنة احساس الدار، جا عندي التوبوغراف واتصل بالباسميتو ديال الخصه ديالي. انطلقنا بعمليات انجاز تصاميم
طوبوغرافية لكل دوار. ومن بعد انطلقنا بإنجاز كل تصميم لكل دار متضررة جراء الزلزال باش يتم العملية ديال البناء. من خلال هذه التصاميم يتم إنجاز رخصة البناء وإعطائها للسيد المتضرر من أجل بناء. هذه العملية غادي تشمل إن شاء الله جميع الدوائر التي تنتمي إلى جامعات أداسيل. تعبئة شاملة بكل الوسائل والآليات اللوجستية لتيسير هدم الدور المشققة أو الآيلة للسقوط والتي تشكل خطرا على مالكها وتسطيح الأرض بغرض توفير بنية قادرة على استيعاب مواد البناء وتثبيت الأساسات. هذا الشيء نريب وكل شيء أشكو كله خطر، كل شيء خطر. الله يرحم والدين كله. هذا الشيء ما بغت تدوز في سلحة ده. اللهم نحيده، الله يجزيهم بخير. شدنا 50,000 الشهر الأول، عاودنا شدنا 50,000 الآخر، عاودنا شدنا 2 مليون. دروك خصنا يحيدوها التراب، نجي باش نحطوا السلعة هنا فينا نتقدر السلعة. خصصت المديرية الإقليمية للجيز والماء بشيشاوة مجموعة من الآليات لهدم الدور اللي قررت اللجان أنها غادي تهدم كليا أو جزئيا. وحنا الآن استأنفنا هذه العملية بالإقليم شيشاوة، وحنا في طور باش الناس نوجدوا لهم الأرضية ديال البناء ديال الطور المستقبلي إن شاء الله. صرف دفعات الدعم الخاص بإعادة بناء المنازل تلاها الإحصاء لتتواصل عملية الدراسة الطبوغرافية لإعادة بناء الدور وفق تصاميم نموذجية تراعي خصوصية ومعايير المنطقة بإقليم شيشاوة. ومن شيشاوة ينضم إلينا مباشرة السيد الهاشمي الرئيس، رئيس قسم التجهيزات بعمالة إقليم شيشاوة. إذن بعد التحية سيدي، إلى حدود اليوم أين وصلت عملية تدبير زلزال الحوز؟ شكرا سيدتي وشكرا للمساعدين الأفاضل. إلى حد اليوم أن تنفيذ لتعليمات الملكية السامية الرامية إلى مواكبة المتضررين من زلزال 8 شتنبر 2023 وتحت إشراف المباشر للسيد العامل إقليم شيشاوة، هنا كان خراط شامل ونكران الذات وتفني في العمل الليل نهار على مدار الساعة لتخفيف من معاناة الساكنة المتضررة. وفي هذا الإطار قام هناك مستشفى ميداني عسكري على مستوى مدينة مركز مجرد لتقديم الخدمات الصحية عن قرب للمتضررين. هناك فرق تنتمي لمؤسسة محمد الخامس للتضامن تعمل على مدار الساعة ليلة نهار من أجل إيصال القفف للمتضررين في الأماكن المتأخمة بتنسيق مع السلطات المحلية والقوات المسلحة الملكية. هناك أيضا فرق تقنية لا زالت تستمر في عملها من أجل التشخيص وإحصاء وجميع الدور التي تضررت من زلزال الحال التي عرفت هدما جزئيا أو هدما كليا، نظرا لأن الفترة الأولى الممتدة من 19 شتنبر إلى 19 أكتوبر هناك تالتها عدة ملتمسات وطلبات للساكنة التي لم تتمكن من أجل إحصائها. هناك أيضا إزالة الأتربة على مستوى الدواوير والدور التي انهارت بشكل جزئي أو كلي. هناك أيضا منح توصلت بها الساكنة المتضررة. هناك أيضا فرق ديال الإنعاش الوطني يعملون كذلك من أجل إزالة الأتربة على مستوى الدور التي لم تتكم وسائل لوجستيكية للوصول إليها. هناك تعبئة شاملة كما قلت وانخراط الجميع مع نكران الذات من أجل بلوغ الأهداف المتوقعة مدعنا ليكون عن حسن ظل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده. نعم. طيب سؤال أخير سيد الرئيس، يعني كيف تتم عملية مواكبة المتضررين من الزلزال من طرف السلطات المعنية؟ دائما في إطار تنفيذ التعليمات الملكية السامية القاضية بترسيخ كل إمكانية من أجل تسخير كل إمكانية من أجل إعمار المناطق المتضررة من زلزال الحوز،
تواصل السلطات العمومية وفق دينامية متواصلة تنزيل برنامج بناء وتأهيل المناطق المعنية على الشكل التالي. المرحلة الأولى أن المتضرر الذي اتصل ب 20 ألف درهم باش ندرج بلا شاشة فمو اللي اتصل ب 20 ألف درهم اللي تضررت الدار ديالو منهارة جزئيا أو كليا كتوصل ب 20 ألف درهم ما عليه إلى أن يلج أن يذهب إلى الجماعة التابعة لها على وجه على على وجه الاستعجال لأن ديك 20 ألف درهم مخصصة للبناء. ثانيا هذاك الطلب غادي تقدم طلب للجماعه مصحوب ببطاقه وطنيه مصدق عليها وكذلك سند الملكيه. هذا الطلب ديال المعني بالامر هنا كتنتهي المهمه ديالو. هذاك الموظف ديال الجماعه كيدي داك الطلب للمستوى القياده اللي كيتاشر عليه السلطه المحليه وكتضبط على اساس بلما ذاك المستفيد واش ينتمي واش يتضمن داخل القوائم التي الناس اللي تضروا من هذا الزلزال او لا. دونك هناك على مستوى كل قياده فرق ديال العمل اللي كتكون من طرف المهندسين الطوبوغرافيين، هنا مكاتب تجارب، هناك مهندسين معماريين، وهنا مكاتب الخرسة على مستوى كل قياده. هاد الناس كيتكلفوا بمواكبه ديال هذوك الطلبات ديال الناس اللي استفدوا على مستوى القياده من اجل التنسيق ما بين المهندسين المعماريين ومكاتب الدراسات، وكذلك بعد ان يتم تحديد السكان المساكن ديال المتضررين لكل شخص عن حده اللي كيتمم التحديد ديالو تحديد الانسوبي لي بلون كوتي لي بلون بارسوليغ ديال المعني بالامر. دونك في اجل لا يتعدى تقريبا واحد نقول لك واحد يومين ثلاث ايام هاد الملفات كتتم الدراسه ديالها وكتتم التخصيص ديالها وكتطلع لواحد الشباك ديال المواكبه. هذاك الشوكب المواكبه هو اللي كيدرس هاد الشباك المواكبه، فيه ممثل الجماعه، ممثل السلطه المحليه، ممثل الوكاله الحضريه، ممثل قسم التعمير على مستوى العماله، كتدرس دراسه هاد الملفات وكتبدي الراي فيها كتصدر في الحين هذاك الموافقه ديال هذاك الملف راه جاهز انذاك يحال على الجماعه من اجل استصدار رخصه ديال البناء في ظرف في 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 زمن لا يتعدى 24 ساعه. وهناك ايضا تعبئه كما قلت، هنا اجراءات تروم من اجل تلبيه رغبه الساكن المتضرره وتعكيس التعبئه القويه لتنزيل الامثل لهذا البرنامج في اطار دائما بتنسيق مع جميع الفرق ديالنا. الفكره في واضحه تفان تام و الفكره واضحه السيد الهاشمي الرئيس رئيس قسم تجهيزات بعماله اقليم شيشه، وشكرا لك على كل هذه التوضيحات. وخلال هذه الفترة من السنة تكثر العدوى بالإنفلونزا الموسمية أو الزكام، وهو الأمر الذي يتم التعامل معه بأشكال مختلفة من طرف المرضى. فهناك من يتجاوزه بشكل عادي دون اللجوء إلى الدواء، وهناك من يبحث عن دواء يتخطى به صعوبات التنفس. الروبورتاج التالي يتطرق لمسببات المرض وطرق الوقاية والعلاج لتفادي المضاعفات الخطيرة. فنا شاكر العلوي، عبد العلي جنوني ومريم بن زكري. الأنفلونزا الموسمية هي عدوى تنفسية شائعة خلال هذه الفترة من السنة، ويصاحبها مجموعة من الأعراض كالحرارة، احتقان الأنف والصداع، ولكل تعامله مع حالته التي قد لا تتطلب علاجا طبيا أو قد تستلزم العلاج في بعض الحالات، حالات تتعدد أعراضها لكن سببها واحد هو الزكام. مثلا كتجي لي الرواح كنحس مثلا باختناق، يعني اختناق في الانف، يعني ما يقدرش تنفس بالانف ديالك، كتنفس يعني بدقمي يعني عادي، يعني وما كنطيحلوش، يعني كنوض كنبدا نخلف كنبدا نخرج، واخا يعني كيكون ديك الصعوبه في التنفس والعيا. الطبيب ضروري خصو يدوز باش يعرف راسو الحاله ديالو فين وصلت، وهذه ونطلبوا الله زعما هذه الوقيته هذه احسن الواحد يرد البال. الزكام أو الأنفلونزا الموسمية تبقى من الأمراض التي تتطلب وعيا بأعراض المرض ومسبباته وكذا طرق الوقاية منه لتفادي تفاقم الحالات، خصوصا عند بعض الأشخاص الأكثر عرضة لمضاعفات الأنفلونزا والذين ينصح بتلقيهم التلقيح لحماية أنفسهم. هناك وسائل أخرى للوقاية اللي هي من المفروض الجميع أنه يتخذها. بطبيعة الحال اللي مصاب بالفيروس إذا كان عنده أعراض بحال السعال أو لا كيعطس ضروري خصو يغطي الوجه دياله،
والاستعمال ديال مشوار او المناديل الورقيه يستعملوا مره واحده ويتخلص منهم. وطبيعي الحال غسل اليدين، والانسان الا يعني كان مصاب بالفيروس خصو يحاول يبقى في الدار يرتاح باش ما يكونش يعني في اتصال مباشر مع الناس اخرين باش ما ينقلش العدوى. بالنظر للأعراض المصاحبة للأنفلونزا الموسمية والمضاعفات الممكنة لدى بعض الفئات العمرية، تبقى الوقاية والتطعيم الحل الأمثل لضمان عدم الإصابة بمضاعفات تنفسية خطيرة وحماية الجسم من تبعاتها. ولمعلومات إضافية نربط الاتصال المباشر من الدار البيضاء بالدكتور عبد العزيز بختار، طبيب مختص في أمراض الجهاز التنفسي والحساسية. مرحبا بك دكتور، لو توضح لنا أكثر ما هي الإنفلونزا الموسمية ومن هم الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بها؟ شكرا سيدتي. بالنسبة للإنفلونزا الموسمية فهي عدوى يصاب عن طريق فيروس، هذا الفيروس يسمى فيروس إنفلونزا أو بي، وتصيب الجهاز التنفسي بشكل كبير خلال فصل الشتاء والربيع. الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة هم الأشخاص، طبعا جميع الناس ممكن يصابون بالمرض، إلا أنه الأشخاص الأكثر عرضة للمرض والمضاعفات هم الناس اللي عندهم سن تتجاوز 65 سنة، الناس الحوامل، الأطفال الصغار أيضا، والناس اللي كيعانيوا من أمراض يعني أمراض مزمنة بشكل كثير، مثلا مرض السكري، مرض الرّاب، ومرض القلب. هادو هما ناس اللي كيقدر يكون عندهم مضاعفات ناتجة لهذا الفيروس ديال الإنفلونزا. طيب ما هي دكتور أعراض هذه الإنفلونزا وما هي الاحتياطات الواجب الالتزام بها لتجنب الإصابة أو التخفيف من أضرارها؟ طبعا الأعراض هي تختلف من شخص إلى آخر. في غالبية الأحيان عندنا الحمى يعني السخانة، يكون معها سيلان في الأنف يعني على شكل زكام، كيكون العطس، بعدين الأحيان كيكون اختناق في الأنف، وفي بعض الأحيان أيضا كيكون ألم في العضلات وفي المفاصل. طبعا هذه الأعراض تختلف من شخص إلى آخر، فما كتكونش كلها كاملة مرة واحدة. الدكتور عبد العزيز بختار، طبيب مختص في أمراض الجهاز التنفسي والحساسية، شكرا لك على كل هذه المعلومات، كنت معنا مباشرة من الدار البيضاء. في الشأن الفلاحي، إقليم تاوريرت من بين أهم المناطق وطنيا في إنتاج زيت الزيتون. المساحة الإجمالية المغروسة برسم الموسم الحالي تفوق 174 ألف هكتار، فيما يرتقب أن يصل الإنتاج إلى 208 ألف طن، وهو رقم منخفض مقارنة بالموسم الفارط، انخفاض يعزى إلى عدم انتظام التساقطات المطرية. روبورتاج رشيد إكن ورشيد العتابي. موسم جني الزيتون بإقليم توريرت يعيش أوج عطائه هنا داخل الضيعة الفلاحية. عملية الجني تتكاتف وتتصارع. إنتاجية هذه السنة اختلفت حسب المناطق، بل وحتى بين الضيعات المتجاورة. والزيتون مش غادي نقول لك زيتون بلايس، كان بلايس اللي والدين شوية ملاح، كان بلايس اللي ناقصين. جات الحرارة والشوم والنوارة يبست في الزرع، وكاين بلوقات اللي عندنا شوي الصهد والحرارة، بحال هاد النتاجة اللي كيقول لك اودي راه كاينه النتاجة بالبلايص، راه كيسقي في الليل وفي النهار، راه ما كيرقدش، خدام دائما خدام. انتاج المرتقب هاد السنة هو تقريبا 236 الف طن. هاد الانتاج اللي عرف واحد الانخفاض تقريبا واحد 17% نظرا للظروف المناخية اللي كانت في المنطقة، خصوصا الحرارة اللي كانت في شهر ابريل والتبروري اللي كان في شهر شتنبر. جهة الشرق توجه 48% من إنتاجها من الزيتون للتصبير، 30 وحدة للتصبير تعالج حوالي 53 ألف طن من زيت المائدة سنويا، خاصية تفرض تراتبية في الجودة تنطلق منذ عمليات الجني الأولى. طريقة ديال الجن خاصة تكون طريقة احترافية، لأننا كنتعاملوا مع واحد الزيتون ديال التصبير يعني ديستيني لونيون اوروبيه، ما فاش نجيو نجنيو بطريقه ماشي احترافيه دين تاع التصبير، دونك راه كندخلوا في زيتون اللي خاص يمشي للعصير ولا حنا ما يخدمش لينا.
تراجع مردودية الهكتار الواحد من أشجار الزيتون هذا الموسم زاد من صعوبة تزويد وحدات معالجة الزيتون الموجه للتصبير، فقد بلغت الكمية المصدرة برسم موسم 2022-2023 حوالي 17 ألف طن من زيتون المائدة. 44% من إنتاج المنطقة يوجه لاستخلاص زيت الزيتون، هذه الأخيرة تأثرت هي الأخرى بفعل تراجع المردودية إذ لم تتجاوز 16 لترا في القنطار. حاليا ده مازال باقي المردوديه ما بين 14 15 16، وفي البدايه ديال شهر 11 كامل خدمنا ب 10 11 12، يعني كنقولوا حتى هاد المردوديه اثرت على الثمن ديال الزيتون. الثمن ديال الزيتون دابا ما تقدرش تكونتروليها، يعني ما بين الصباح والعشيه كتقدر زياده ديال درهم ديال 50 فرنك كل يوم، ودابا حاليا يعني كما نقولوا التكلفه ديال الا بغيت زيت زيتون ديال جوده عاليه راه كتبقى منك حوالي 90 درهم وما يفوق. عموما تبقى سلسلة أشجار الزيتون واحدة من أهم سلاسل الإنتاج بجهة الشرق، فهي تمثل 65% من مجموع الغراسات بالجهة، وتساهم في خلق حوالي 5 ملايين يوم عمل في السنة برقم معاملات يناهز 1.480 مليار درهم. ومن إقليم توريرت ينضم إلينا السيد حميد باردم مدير وحدة صناعية لتصبير الزيتون. مرحبا بك سيدي. بداية، هل عدم انتظام التساقطات المطرية بالمنطقة أثر على الإنتاج هذه السنة؟ السلام عليكم. نعم بالتأكيد، يعني قلة التساقطات ديال السنوات الأخيرة وبالأخص السنة الماضية وهذه السنة يعني أثرت بشكل كبير على المحصول ديال الزيتون، وزيادة على ذلك يعني دازت واحد الموجة حر في أواخر شهر 4 يعني فوقت النوارة، يعني وتحرقات ديك النوارة في مناطق، في بعض المناطق، بعض المناطق أخرى يعني وخاصة النوارة بحال العيون الشرقية وجهة ديال الميسور جهة ديال وجدة جهة شرقية، يعني داز داك البارد التبروري في شهر 9 حتى هو أثر شوية، وكاين مناطق اخرى اللي منعوا شويه مزيان الحمد لله. طيب اقليم توريرت يعني هل... يعني قله الامطار هي السبب. السبب الرئيسي. طيب قلنا اقليم توريرت، هل ما يزال يحتل الصداره فيما يخص تصدير هذه الماده الحيويه، وما هي المجهودات المتخذه في هذا الصدد؟ نعم ولله الحمد، يعني اقليم توريرت كيمتاز بواحد النوعيه ديال الزيتون اللي كتصبر للتصبير، يعني عندها لا ستركتور قاصحه وداك الشيء، وكتعطي اللون مزيان، ويعني واحد المجهودات ديال الفلاح يعني السقي كيسقي الزيتون مزيان، حيت المصدر تقريبا الوحيد ديالو هو الزيتون، حيت شجره الزيتون هي اللي صادقه عندنا في هذه المنطقه مزيان. وزيادة على ذلك يعني كاين مجهودات اخرين، يعني مجهود ديال الفلاح، مجهود ديال الخدام اللي كيقلع الزيتون باش ما كيبليسيش، حيت الزيتون اللي يدوز للتصبير خصو ما يكونش مقيوس، الا كان منفوض ولا راه ما يصلحش للتصبير. وزيادة على ذلك المصنع حتى هو كيتقن الحرفة ديالو، وكيدور في المعارض الدولية، كينوع الباكاجينغ ديالو، كينوع التخليطات ديالو، كينوع لي ديستيناسيون الأسواق الخارجية، يعني أي برودوي خاصو يكون على يقظة، وكيكون عنده ديما لا ميزاجور ديال كل حاجة. نعم. السيد حميد باردم مدير وحدة صناعية لتصبير الزيتون، شكرا لك على هذه التوضيحات، كنت معنا مباشرة من إقليم توريرت. إذن معظم الراغبين في اقتناء زيت الزيتون يقومون بتذوقه مسبقا في تطوان، أسبوع بأكمله خصص لهذه العملية من قلب السوق التضامني للمنتجات المجالية والتعاونيات. زيارة هذا السوق تمكن الزوار من اكتشاف طعم زيت الزيتون من مختلف أقاليم جهة طنجة تطوان الحسيمة، وكذا دعم تسويق هذه المادة النباتية. فن شكر العلوي، عبد العلي قنوني، ويوسف الشرقي. أسبوع تذوق زيت الزيتون تظاهرة تنظم بتطوان بالتزامن مع موسم جني الزيتون بفضاء سوق المنتجات المجالية التضامنية، بهدف التعريف بجودة زيت الزيتون بالجهة الشمالية وتمكين الزوار من اكتشاف طعم زيت الزيتون المميز لمختلف أقاليم الشمال.
الهدف من هذا الأسبوع التذوق هو تسويق وتعريف بالكتخار به المنطقة جهة طنجة تطوان خصوصا في منتوج ديال زيت الزيتون. وحنا كنا في هذه الفترة كنتزامنوا مع جني زيت الزيتون، والهدف من هذا الأيام التذوقية هو باش نعرفوا الزبون ديالنا ديال السوق الشمالي يعني أنواع ديال الزيتون اللي موجودة من بن قريش حتى الوزان. يعني هذا السوق الشمالي يعني يقدر يدير هذا الأسبوع هذا باش يبين طبيعة الحال المستهلك بأن الحمد لله كاينة عندنا الجهة ديالنا يعني كتزدهر بهذا زيت الزيتون اللي عنده جودة عالية، وبالتالي يمكن لهم يجيو هنا باش يقدروا يذوقوا هذا الزيت اللي عنده واحد المميزات طبيعة الحال راس حد الإنسان على الاستهلاك اليومي. ويعني وكنشكرهم طبيعة الحال سوق شمالي على هذه البادرة الحسنة. تظاهرة أسبوع تذوق زيت الزيتون بتطوان تعد شكلا من الأشكال التسويقية المهمة التي تسمح للزبائن باكتشاف جودة المنتوج وخصائصه وطعمه قبل اقتنائه بأريحية ودعم التعاونيات المنتجة له على صعيد المجال القروي. الله جيت وجبرت هنايا تبارك الله منتوجات اليوم اكثر ومزيونين زيت الزيتون. وكاين في جهه عندنا في تطوان العلايش وزان حسيمه، وبغينا نقيسوا كل جهه من الزيت ديالها ونشوفوا الزيت اللي غادي يناسبنا واللي غادي تكون مزيونه وشيء طيبه. اليوم الا كان عندنا هنا تذوق ديال الهوات باش يقدروا يقربوا من جوده الزيتون، كنتمنوا ان شاء الله جهه الشمال، وهذا هي الفكره اللي اقترحتها على المسؤولين في هذا التنظيم، ان شاء الله نشتغلوا باش يكون عندنا مجموعه من المتذوقات المتخصصين في منطقه الشمال نقدروا نعطيو تقييم ديال زيت الزيتون من ناحيه الحسيه ديالو او من ناحيه اللي كنقولوا لهم لي كريتير اورغانوليبتيك. فعالية تذوق زيت الزيتون بتطوان تعد مناسبة لاكتشاف مختلف المنتوجات الفلاحية التي تنتمي لمنطقة الشمال والمتوفرة بهذا السوق التضامني الذي يشكل إحدى الحلول الداعمة لتسويق المنتوجات المجالية ودعم الاقتصاد التضامني. ووجهتنا اللحظة مراكش، حيث يقترح المهرجان الدولي للفيلم مجموعة من الأفلام الروائية والوثائقية المختارة من الإنتاجات السينمائية الوطنية الجديدة عبر فقرة بانوراما السينما المغربية. مورا يوشكاد واحد من هذه الإنتاجات الذي يحكي قصة عمال مغاربة في مناجم بشمال فرنسا. المهدي محب، محمد حسن مسكور وأسماء تازي. De son histoire, la ville continue de participer au devenir économique et industriel. موغا يوشكاد شريط سينمائي يستعرض حكايات أزيد من 70,000 عامل مغربي تم استقطابهم في خمسينيات القرن الماضي إلى مناجم بشمال فرنسا. عمل فني يكشف تاريخ المجهول لهؤلاء العمال ويسلط الضوء على حكاياتهم المؤثرة في مواجهة التمييز العنصري ووضعهم الاجتماعي والاقتصادي الهش. فرنسا ديك الساعة بغات لمان دوفر يعني الخدامة صحاح والعاملين اللي يخدموا في المناجم. المهم وهاد الناس اللي مشاو خدموا في المناجم الناس اللي معمرهم مشاو من دراسة ما تعرفوش يقراوا لا العربية ولا الفرنسوية يعني، والحقوق ديالهم اللي خدموا كل شيء مشا فوالو يعني. الزايري خالد يعني على الاقل بعدا بيبين هاد المشكل هذا. سي موفون دو سافوار سيت هيستوار ايل فا بووار اتر كونو. انه لمن المؤثر ان يعرف الناس قصه عمال المناجم، عملوا بجد وخاطروا بحياتهم وصحتهم دون اي اعتراف يذكر لولا هذا الفيلم. بور موا لو فيت دو لي ميتر ا لونور. جمهور غالبيته من صناع السينما تابع هذا الإنتاج السينمائي الذي كلف عملا كبيرا على المستوى الفني والجمالي وتطلب إنجازه وقتا طويلا. زهرة بوا زهرة اللي عندها ذكر الله خبر راك كنفرح مورا يشكد باش داحية وسط فرنسا.
هذا الفيلم هذا خد لينا اكثر من 5 سنين في الاعداد ديالو والخدمه ديالو وكذا، يعني خلانا عندنا معاه واحد العلاقه خاصه. هاد الناس هادو اللي حنا اكتشفنا واننا عندهم واحد المآسي في الداخل ديالهم اللي هما اصلا ما عارفيناش، يعني ما عارفيناش لدرجه ان مضت اكثر من 30 سنه على هاد المآسي اللي عاشوا، ما عمرهم ما حسوا بها. امتى قدروا يحسوا بها؟ مني شعلت الكاميرا. انا كمدير تصوير حاولت انني نوصل واحد المهم اطرافات الصوره، يعني جماليه الصوره، نوصل زعما المعاناه ديال المغاربه ديالنا اللي هما كانوا من الجنوب، كيفاش عاشوا ديك الحقبه ديال فيليكس مورا. فقرة بانوراما السينما المغربية بالمهرجان الدولي للفيلم بمراكش تقترح على عشاق الفن السابع اكتشاف مجموعة مختارة من الأفلام الروائية والوثائقية من الإنتاجات السينمائية الوطنية الجديدة. مشاهدينا اللحظة إلى التذكير بالعناوين. صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله يوجه رسالة إلى رئيس اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف السيد شيخ نيانغ، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني. تنفيذا للتعليمات الملكية السامية الرامية إلى تقديم الدعم للأسر المتضررة من الزلزال، يعرف إقليم شيشاوة عملية الدراسة التقنية الطبوغرافية للبنايات المتضررة. أجواء الخريف بحرارتها المتجهة نحو الانخفاض تساهم في ظهور وانتشار الإنفلونزا الموسمية بأعراضها المختلفة. وضمن النشرة تابعنا مسببات المرض وطرق الوقاية والعلاج لتفادي المضاعفات الخطيرة. مشاهدينا شكرا لكم على المتابعة وطابت أوقاتكم بكل خير.